بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقه الثانيه من سلسله اساليب التعلم والمذاكره. المفروض ان احنا اخر حلقه خالص نزلناها اللي هي كانت اول حلقه اصلا، كانت بتتكلم عن الاهداف العشره للمذاكره الفعاله. دي نزلناها من مده كبيره وكنت ناوي اكمل السلسله، ولكن الموضوع ما كانش متاح خالص من ناحيه الوقت، فانا هحاول اكملها بحيث تبقى حاجه ليك مع الوقت. احنا مش مستعجلين على حاجه، يعني انت مش في وقت هتقول انا خلاص بقيت فاهم ازاي بذاكر فخلاص بقى كده شكرا خلصت، مش هبطل اسمع اي حاجه تاني عن الوقت وعن النصايح وعن الكلام زي كده، لا خالص. انت الموضوع بيحاول يكون عندك ملكة فكرية تتعامل بيها مع المذاكرة، مع التعلم بشكل عام، ملكة كاملة لازم تتكون عندك، أو طريقة معينة لازم تتكون عند كل واحد بيذاكر، مش مجرد إن أنا لازم أسمع الكلمة فأنفذها، وده منطق غلط جدا. لو أنت وده اللي بيسبب إحباط كتير، إنك بتقعد في مجلس معين أو تسمع درس معين على النت بيتكلم عن إزاي تطور نفسك، وده أكيد حصل لك قبل كده، وإزاي تبقى كويس وإزاي تبقى أحسن، بتخرج منه ناوي تعمل حاجة كويسة، النتيجة بتبقى إيه؟ بيعدي شهر اتنين تلاتة ما نفذتش أي حاجة. لحد هنا انت مفيش اي مشكله، المعلومه اتضافت لدماغك. المشكله لما انت تقرر انك مش تسمع دروس تاني او نصايح تانية عن تنظيم وقتك وتحسين ذاتك وتطوير حياتك بحجه ان انا ما سمعت اللي فات وما عملتش. لا، ده منطق مش صح. الصح ان انت عندك، ربنا خلق الانسان جوه نفس، النفس دي مش مطلوب انها كل حاجه تخش لها تقوم منفذها على طول، لا، هي مطلوب انها تحاط بالصح من كل جانب. يوم ما انت دخلت لها الدرس اللي من خمس شهور ده، انت حطيت جانب معين قدام النفس عمال هو ده اللي بيأنبك كل شويه. لما تيجي تحط الدرس الثاني مع انك ما نفذتش الاولاني، ده هيبقى جانب هتبقى بتسد ثغره ثانيه قدام النفس، لحد ما تيجي في وقت من الاوقات ممكن ده ربنا يفتحه على الواحد بعد سنه، بعد 10 سنين، والله ممكن يفتحه في ليله، تيجي تبقى النفس اتحطت من كل اتجاه، هتسترجع ساعتها او ربنا لما يفتح عليك قدام في اللحظه دي هتكتشف او هتستخرج فوائد الجديد والقديم، هتاخد فوائد الدروس الجديده اللي بتسمعها والدروس القديمه اللي سمعتها وما عملتش بيها، يبقى انت حتى لو ما نفذتش اللي فات كله، حتى لو سمعت 1000 فيديو قبل كده، ده قيس عليه اي حاجه في حياتك. حاجه كويسه نفسك تعملها، حاجه وحشه نفسك تبطلها، سواء حاجه حلوه نفسك تعملها سمعت عنها 1000 مره ولحد دلوقتي ما عملتهاش، فخليك كمل سمع، بس اهم حاجه تبقى النيه موجوده، انك ناوي تعمل الصح ان شاء الله في يوم من الايام. ليه؟ لانك عمال تحوط نفسك اكتر، لحد ما يجي في وقت وهي تسلم نمر، تسلم لك نفسها، تقول لك خلاص انا ناوي اعمل اللي انت بقالك شهر بتقول لي اعمله، اللي بقالك سنه بتقول لي اعمليه، وهكذا. ونفس الكلام لو حاجه وحشه وعايز تبطلها وحاولت 1000 مره، نفس الكلام، انت مش مطلوب منك تبطلها من اول مره. المطلوب انك تحوط نفسك من كل اتجاه بمعلومات، بنصايح، بدروس سمعتها، بمحاولات خدتها، كل ده شيء بيطوق النفس اكتر بايه؟ اكتر فاكتر، لحد ما تيجي في وقت تسلم لك الامر كله، لحد ما تطوعك في نفس في وقت من الاوقات. هو ده اللي احنا بنمر بيه في القران لما نلاقي النفس المطمئنه والنفس قبلها الاماره بالسوء وبعدها وهكذا. فالنفس ليها مراتب وليها درجات، ده ليه كتبه ممكن تبقى ترجع لها او تسال متخصص يدلك عليه. فالمهم ان احنا هنتكلم في الدروس، سلسله الدروس دي ان شاء الله تستمر معانا سنه، ما عنديش اي مشكله، عن اساليب التعلم والمذاكره بشكل عام، بشكل يحاوط النفس فيوصلك في وقت من الاوقات انها تلتزم باللي انت عايز تلزمها بيه. طيب، اول حلقه في السلسله اتكلمنا عن الاهداف العشره للمذاكره الفعاله، وقلت لك فيها ايه اللي المفروض يبقى قدام عينك وانت بتذاكر كمنهج او كاي ماده علميه، وايه اللي المفروض تعمله عشان توصل للعشره دول. اللي انا قلت لك عليه هو مجرد العشر اهداف، لكن تفاصيل ازاي توصل للعشر اهداف دول انا سبتها لك انت. لو انا قلتها في يوم من الايام فخير وبركه، لكن على الاقل انا فتحت لك الباب انك تعرف ان في الهدف الفلاني، انك لازم وانت بتقرا الماده العلميه يبقى عندك الواحد اتنين تلاته 10 حاجات قلناهم الدرس اللي فات، ووضحت لك اهميه كل ايه؟ كل جزء فيهم. الدرس بتاع النهارده، الدرس الثاني ده، انا شايف ان لابد ان نتكلم عنه، ده النسيج اللي بيجمع ال10 دول مع بعض، اللي بيجمع ال10 وازيد من 10، لان انا اللي قلته ده هو حدود علمي، نطاق علمي ضيق، لكن حتى غير ال10 دول اي هدف هيتقال لك في طلب العلم او في الدنيا بشكل عام، في نسيج يربط بين كل الاهداف دي وهو نسيج الوقت. الوقت ده هو اكتر حاجه، هو راس مالك، زي ما الشاعر كان بيقول، ابن هبيره الوزير، ابن هبيره لو تعرفه كان بيقول على ما اذكر: والوقت اثمن ما عنيت بحفظه واراه اهون ما عليك يضيع. ده حطها قدام عينك ورد ليك كده، والوقت اثمن ما عنيت بحفظه واراه اهون ما عليك يضيع. انت عمال تهتم داخل على النت عايز طريقه اعمل بيها جداول بسرعه، وطريقه اخلص بيها منهج بسرعه، وطريقه اعمل بيها مش عارف ايه بسرعه، مع انك انت مش واخد بالك انت تملك راس مال اساسي، وهو ده راس المال الوحيد اللي تملكه طول الوقت، اللي هو الوقت. حلو، وانت عمال تضيع فيه وعمال تدور على طرق بديله. الطريقه الوحيده الاسلم ليك او الطريق الوحيد للوصول للنتيجه اللي انت نفسك فيها هو الحفاظ على الوقت، لان الوقت هو راس المال، هو محل كل الافعال دي، هو الشيء اللي يحوي كل افعالك اللي هتعملها، سواء تطوير، تحسين، عايز تخلي حياتك واو رائعه، عايز توصل للنجاح اللي انت متخيله، كل ده يجمع بينه مشترك واحد فقط وهو الوقت. فلو واحد جيت تكلمه وبدا يدي لك نصايح مباشره من غير ما يكلمك على اهميه الوقت، مش بالكلام النظري اللي بيتقال، الناس اتعودت على صيغه، هو ده اللي بنقول عليه تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب بشكل عام،
الناس اتعودت على نمط معين من الكلام بيتكرر، لحد ما تيجي تقول لواحد فيهم تعالى اكلمك عن اهميه القراءه، يقول لك يا سيدي ما كلمونا كتير عن اهميه القراءه، تعالى اكلمك عن اهميه الوقت، تقول لي انا عارف اللي هتقوله. لا، حاول تخلي نفسك الكلام بيخش لك بشكل مختلف كل مره، خلي الكلام اللي يجي لك يكون الخطاب بطريقه مختلفه، انت الكلام ده موجه ليك انت، خد الكلام ليك بطريقه مختلفه، حتى لو اللي بيقول لك اخطا في الطريق. فانا شايف النسيج اللي يجمع كل الاهداف دي مع بعضها سواء طبقتها او لا، لازم أن تسلم بهذه الحقيقه ان الوقت هو العامل المشترك بين كل دي. مش هتحقق نجاح ولا هتعمل خطه تلتزم بيها ولا هتعمل اي حاجه غير لو حطيت نصب عينيك اهتمام او المحافظه على الوقت. وافتكر دايما جمله الوزير اللي قلت لك عليها من شويه، ده واحد من الفقهاء يعني اسمه ابن هبيره، كان بيقول والوقت اثمن او انفس، الاثنين نفس المعنى، والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اهون ما عليك يضيع. الدرس بتاع النهارده بقى هدفه ايه؟ ان انا هعلمك في الاخر، اولا هديك في الاخر البرنامج كده انا بستخدمه، شايفه تول او اداه بسيطه جدا وجميله وما بحبش تعقيد، بتساعدك جدا في الحفاظ على الوقت. مش هتحرج على انك تحافظ على الوقت قد ما هتساعدك تعرف وقتك بيروح فين. عارف التطبيقات اللي على الموبايل اللي بتعرفك تستخدم كل تطبيق قد ايه؟ حمل التطبيقات دي وخليك شغال بيها عشان تكتشف مدى الكارثه، وانك بتضيع يوميا ما يقرب لو انت بتصحى مثلا 16 ساعه في اليوم، فانت بتضيع نصهم على اقل تقدير، بتضيعه في ولا شيء، والنص الثاني بيضيع في حاجات من الضروريات اللي هي اكل شرب نوم، اكل شرب قصدي مروح مجي وبس كده خلصنا يومك خلص. لكن لو وتيجي تسال بعدها اذاكر ازاي، لا، قبل ما تقول اذاكر ازاي حاول تنظم وقتك، حاول تسعى انك على الاقل يبقى المعلومه قدام عينك، يبقى الهدف نصب عيني، انظم وقتي ازاي. وخلي بالك ده اللي هنقوله في بقيه ال 10 اهداف لو ربنا ادانا العمر واتكلمنا عنها. المشترك الوحيد زي ما قلنا بينهم هو الوقت، والمحافظه على الوقت مش شيء بالسهل. كان المشايخ زمان يقولوا لنا اتعب قدماك، وده تلاقيه كتير قوي بيرددوا الجمله دي كتير، اتعب قدماك فان تعب قدماك، اتعب قدماك اتعب رجليك. طبعا هي الجمله عشان تتزن، فقلنا اتعب قدماك يعني اتعب قدميك، اتعب قدماك فان تعب قدماك. عمرك ما هتوصل لحاجه من غير تعب. والكسل هو اسهل طريق للفشل، يعني الجمله حتى موزونه، ايه الكسل اسهل طريق للفشل. حتى كان لو تعرف لميت ابن الوردي، ابن الوردي احد الشعراء الكبار جدا، شاعر وشاعر مفوه وبليغ، حاجه جميله قوي. لو قرات حتى مشهور قوي ليه لميت ابن الوردي، هتلاقيه بيقول فيها يا بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل. ده حطها قدام عينك كده، اكتبها النهارده في ورقه، علقها قدام عينك عشان كل ما تحاول تكسل، انا وانت انا عامل كده، ده حقيقه، ها اكتب كده قدامك، فما ابعد الخير على اهل الكسل، وقول البيتين من اول، يا بني اسمع وصايا جمعت، هو هيرص لك الوصايا بعدها بقى، اقرا انت القصيده، حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل. ما ابعد الخير على اهل الكسل ده بيوري لك مستحيل توصل للخير او توصل لنجاح معين انت نفسك توصل له وانت كسلان. ده المشترك، ده اللي يرتبط بالوقت اللي بتكلم عنه. هو الشيخ عايز يشير، او العالم ابن الوردي ده عايز يشير الى النقطه اللي بقول لك عليها، ان النسيج اللي يربط بين كل الاهداف دي هو محافظتك على الوقت. اهدرت وقتك مش هتحقق ولا هدف، مش هتوصل للنجاح. مشكله الناس مهتمين بالاثنين دول، ارمي الوقت، ضيع وقتك براحتك، بس عمال تقول هو انا ليه مش عارف احقق الاهداف اللي قالوا لي عليها؟ هل العيب في الطريقه؟ طب هل العيب ان انا احمل برنامج؟ طب هل المشكله انك مش مركز في اهم نقطه وهو اللي يجمع بين كل الاهداف دي، انك لازم تحافظ على وقتك. الوقت ده راس مال، اكنك عايز تنزل تشتري من السوق حاجه، وعايز تقول لي انا مش عارف اجيب ال 20 حاجه اللي نفسي اجيبهم ليه؟ عشان ضيعت فلوس. الفلوس اللي هتشتري بيها ضاعت. فلو عايز تحقق 1000 هدف وانت ده السنه الجديده بدات اهي ونفسك تحقق 20 هدف، نفسك توصل تبقى مبرمج محترف وتبقى مصمم مش عارف ايه جامد جدا وتبقى مهندس عظيم وتاخد كورسات امبيدد وتاخد كورسات ديجيتال على حسب تخصصك بقى، قيس عليها كل اهدافك اللي انت ونفسك تتعلم انجليزي، بقى لك 50 سنه نفسك تتعلم انجليزي. كل ده ما اتحققش ليه؟ عشان انت عمال تدور على الطريق غلط، عمال تركز في الاهداف او في الطرق او في المنهجيات. اخد انا كورس يا عم، خد اي كورس، بس اهم حاجه التالت ده انت فاقده اساسا. انت عمال تقول اشتري من السوق الفلاني ولا من السوق الفلاني، من السوبر ماركت ده ولا من السوبر ماركت ده، وانت ما معكش فلوس. هي دي المصيبه الزرقاء. فطبيعي هتفضل واقف في الشارع عامل ايه؟ عمال تبص على السوبر ماركتات ومش عارف تخش. بس انت مشكلتك النهارده انك مش عارف ايه اللي ناقصك. اللي ناقصك هو الوقت، هو الفلوس. عشان كده هو الوقت اثمن جام الثمن. والوقت اثمن ما عنيت بحفظه واراه اهون ما عليك يضيع. هي مش كتر كلام، انت خد الصلصه ده احفظه، مش عايز منك حاجه ثانيه في حلقه اصلا يعني. فلو ناوي تطلع النهارده بنتيجه، اطلع بانك على الاقل تكون فاهم، حتى مش هتطبق حاجه، انك تكون فاهم ان العجز دايما اي طالب اخفق في شيء او ما حققش شيء
او انت قدام لو ما حققتش الشيء اعرف ان الغلط هنا وهو انك ضيعت وقتك بس خلاص. وبدايه انك انت دلوقتي طبيعي عايز تسال اعمل ايه عشان اظبط وقتي، خلاص الكلام في ان انا اعمل ايه دلوقتي. اول خطوه عشان تعرف تحافظ على وقتك صح لازم انت تعرف وقتك بتصرف فين، تتتبع وقتك، تعمل عمليه تراكنج تتبع للوقت. لو انت واحد ما يعرفش اصلا وقته بيروح فين، زي اسعى على الفلوس بالظبط، واحد ما يعرفش فلوسه بتتصرف في ايه طبيعي مش هيعرف يوقف ده. يعني لو كل يوم بصحى الصبح المفروض يبقى معايا 30 جنيه بيقول لي يومين، صحيت ما لقيتش ال 30، كل يوم بصحى ما لاقيهمش، فواحد بيسالني ازاي امنع ال 30 ان هم يضيعوا؟ اقول لهم هم بيضيعوا في ايه اصلا؟ ما هو لو بيتسرقوا يبقى تحط باب على الايه؟ على قفل على الباب. ما هو لو انت بتصرفهم في بتبذر فيهم بتصرفهم في حاجات مالهاش لازمه اقول لك اقتصد، لو كذا لو كذا كل الاحتمالات. انت اصلا ما تعرفش انت واقفين فين، ودي مصيبه. انا لو سالتك دلوقتي وقتك بيروح في ايه؟ او لو سالتك الاول عرفت تحقق اهداف اخر 10 اهداف حطيتهم ولا الهوا؟ اخر 3 اهداف ولا الهوا؟ ما حققتش اي حاجه. واخر ماده اصلا انت معديها بالزق، كلنا يعني عاملين كده. حلو؟ خلي بالك يعني كل اللي بقوله ده انا قدامي دلوقتي كاميرا، الموضوع انا قاعد مع نفسي اساسا. يعني انا فعلا ارى او نظري النت هو ده، انا قاعد مع نفسي والكلام بشيره مع الناس من اصدقائي. يعني قدامي هنا دايما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في الترمذي، الامام الترمذي رواه في السنن، كان حته كده في اول الحديث وان كان مش هي المقصوده من الحديث، الحديث مش بيروى عشان الحته دي، ولكن هي فيها لفته جميله جدا. النبي بيقول في مره طلع على الصحابه وقال من ياخذ عني تلك الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن. النبي عايز صلى الله عليه وسلم عايز فهمنا نقطه مهمه جدا، ان بيقول لك قدامك لما تسمع مني كلام تم بحاجه من اتنين، يا تعمل انت بيه، وده للاسف انا اضرب نفسي ولا اي حاجه، ولا اي حاجه من بقولها لك دي مالهاش دعوه بيها خالص. اوعى تاخد كلامي ان ده اكيد عملت بيه ابدا ولا ربع حتى ولا عشره. حلو؟ ولكن انا باخد بالنص الثاني الشطر الثاني من الجمله، فيعمل به او يعلم من يعمل بهن. وبعدها قعد يقول بقى الحديث الجميل لو انت عايز تقراه، حديث جميل جدا، قال له ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الحديث ده يجمع شتات الدنيا كلها في خمس جمل. النبي صلى الله عليه وسلم خمس جمل. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، قال فضلت على الانبياء بخمس وفي روايه بست، وقال منها اوتيت جوامع الكلم. فدي جوامع الكلم، قال له ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وقال له اتق المحارم تكن اعبد الناس، ادي الجمله الثانيه. وقال له احسن الى جارك تكن مؤمنا. والناس ما تعرفش المعلومه دي، انت اسمك مؤمن لان الناس تامن بجوارك، مسلم وغير مسلم يامنوا بجوارك، يقعد جنبك يطمن. مش زي ما الصوره اللي اتصدرت زي ما قلت لك عن التطرف اللي طالع باسم الدين، انك تقابله في المترو في الشارع مش عارف تقلق منه. ده صوره اعرف ان ده مش دين، هذا ليس دين الله، ده مش دين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمه. اللي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، هو باب رحمه الله. فهو بيقول له واحسن الى جارك تكن مؤمنا، تكون مؤمن، هو ده المؤمن الذي يامن جاره بوائقه. وقال له ايه بعدها؟ وقال له واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ده تعريف المسلم، تعريف المسلم عند بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احب للناس ما تحب لنفسك، محبين اي ناس؟ الناس كلها، حتى العدو بتاعك تحب له الصلاح وتحب انصر اخاك ظالما او مظلوما. احنا ممكن نقعد ساعه نتكلم في الكلام ده، جوامع الكلام. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن، وقال له في الاخر ولا تكثر الضحك، كثره الضحك تميت القلب. وده للاسف احنا فاقدينه النهارده، اللي هو الضحك المفرط اللي هو فيه نقص للهيبه والوقار وخروج عن الرزانه وحد العقل. مهم يعني، فادي خمس جمل النبي قالها له صلى الله عليه وسلم، قال له في اولها ايه؟ قال له من ياخذ عني تلك الكلمات، كان سيدنا ابو هريره اللي قال له انا يعني، من ياخذ عني تلك الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن. فلما تسمع اي حاجه عقلانيه عندي، ده في العلم بره العلم في الدراسه بره الدراسه، انا باخد بالنص الثاني او يعلم من يعمل بهن. سيبك انا عملت بيها ولا لا، لان ده انت لا تدرك مدى سوء الشخص اللي بتسمعه، لا تدرك ده ولا تدركها. ولكن ده مش المنشور، يعني الجرب بتاعك تعمله، فخد المعلومه من اي حد. المؤمن يدور مع الحكمه حيثما كانت. مهم يعني، فالنسيج زي ما قلت لك، نرجع لاهم نقطه في الدرس، النسيج اللي بيجمع كل اهدافك واللي بيربطها مع بعضها الوقت، اللي هيخليك تعرف تحقق الهدف ده في يوم من الايام، لان هو راس مالك، هو اللي انت تنزل تشتري بيه من السوق. لو عايز تشتري سلعه كويسه لازم يبقى معاك فلوس، سلعه كويسه لازم يبقى معاك فلوس. بتشتري سلعه وحشه فلوسك بتضيع، فخلاص مبروك عليك. الاساس في الشراء لازم يكون معاك ثمن، الثمن هو الفلوس. ده المحل بتاع الاحداث، 24 ساعه تقع فيهم الاحداث، ده تعريف الزمن اصلا عند المتكلم، اللي هو الاحداث اللي بتيجي ورا بعضها. المهم يعني، فلو انت مش عارف اول نقطه عايز تحافظ على الوقت، مش عارف هو بيضيع في ايه، يبقى ملوش اي لازمه، مش هتعرف تعمل اي حاجه. لازم تعرف المصرف اللي بيتصرف فيه الوقت بتاعك عشان تعرف تسد هذا الطريق وتفتح ليه طريق ثاني تروح تحقق بيه اهدافك. توقف صرف في الغلط وتروح تنفقه فيما يرضيك انت كاهداف، وتكون الاهداف دي مرضيه لله عز وجل. حلو؟ فاول طريقه هتعملها ايه؟ هتتتبع الوقت، وده انا عايزك تطلع بيه النهارده. النهارده زي ما قلت لك نمشي خطوه خطوه.
النهارده انت مطلوب منك تتتبع وقتك، تعرف وقتك بيروح ايه. ودي نقطه مهمه جدا، انا شايف ده حاجه مهمه قوي. لو انت جرب كده مع نفسك، شوف لو انت نويت في يوم من الايام تعمل حاجه معينه، سواء تواظب على حاجه كويسه او تقلع عن حاجه غلط، حلو، لما بتقولها في الهواء خلاص انا قاعد كده وقلت خلاص انا هعمل الشيء، غالبا اقصى مده هتقعدها يوم يومين. ليه؟ هي ذاكرتك كده يومين ثلاثه وهتنسى. ليه؟ هي ذاكرتك كده يومين ثلاثه وهتنسى، تنسى اصلا انت كنت ناوي ايه. وممكن تفتكر بعد شهر تقول يا كنت قايل من شهر كده ان انا عايز اصلي مثلا بالطريقه الفلانيه، او عايز اقرا قران، او عايز اذاكر 10 ساعات في اليوم، اي كلام. ليه؟ لانك رميته في الهواء. جرب بقى لو انت عملت ده في ورقه هتلاقي الموضوع ترسخ اكتر في ذهنك، ممكن تنقطع عنه بس هيفضل ملتصق قوي بيه، لانك شغلت اكتر من حاسه. انت في المره اللي فاتت انت شغلتش حواس اصلا، انت شغلت دماغك بس، قاعد كده متفكر قلت والله لا اعمل الحاجه الفلانيه. لكن لو ده قلته وانت متكلم ببقي مع نفسي، خطاب النفس، محاسبه النفس، سيدنا عمر كان حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. اعتبر الحلقه دي انك لو تتتبع وقتك ان النيه دي، انت بتحاسب نفسك قبل ان تحاسب. وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. لما تتحاسب النهارده انت مع نفسك هيخف عليك الحساب هناك، هيخف علينا الحساب اللي هيبقى حساب عسير ربنا يسترها يعني. فانت اللي بتعمله ده من منطق حسابك لنفسك. هتبدا تعمل ايه؟ قول والله انا هجيب ورقه كده وهم قايل انا هعمل فلاني، وهم عامل سبع خانات كل خانه بيوم، وكل يوم وهم عامل سبع خانات كل خانه بيوم، وكل يوم هعملها فيه او عامل علامه صح. هتعمل جو، شغلت عضاء، شغلت حاسه الايه؟ الايد اللي كتبت بيها، اللمس، شغلت العين، شفت الكتابه، وبقك قعدت تتكلم مع نفسك، وانت تتكلم سمعت نفسك. كتر ما تشغل حواس اكتر، ده حتى في المذاكره، كتر ما تشغل حواس اكتر تطلع بنتيجه احسن. هل تظن ان انت لما سمعتني في الفيديو انت خدت فايده اكتر مني؟ لا، انت سمعت، شغلت حاسه واحده، انا سمعت واتكلمت ومخي اشتغل طبعا عشان احضر لك الدرس، وممكن اكون كتبت بايدي اكتر منك، فطبيعي هطلع بفايده اكتر. بقول لك اعمل نفس الكلام عشان تطلع بفايده نفس الفايده اللي انا بطلع بيها. اما تسمعني اشرح لنفسك بعدها ودرب نفسك انك تعرف تتكلم، عشان تبقى تتكلم وتشغل اكتر من حاسه واكتب بايدك. دي اللي بيقولوا عليها في كورسات تطوير الذات وبيفضلوا يقعدوا فيها سنين، هي سهله جدا. لازم تشغل حواس كتير. نفس الكلام في الاهداف، نفس الكلام في مبادئ النفس، في عدم تضييع. لازم تشوف حاجه مرئيه، حاجه ملموسه. طول ما انت بتعمل جداول في مخك كده في الهواء وبتنوي نوايا في الهواء، خمس دقايق وهتنساها، يومين وهتنساها، ثلاث ايام وهتبطلها، ده كلنا بلا استثناء. فالحل ثلاث ايام وهتبطلها، ده كلنا بلا استثناء. فالحل ايه؟ لازم ان انت بتتتبع وقتك يبقى عندك اداه او حاجه معينه بتخليك تفهم وقتك بيروح فين. ده من الجداول وفي فكره الوقت بشكل. انا هديك مثال حتى في الحاجات الكويسه. الانسان لك الوقت بالنسبه لك سلعه. انا تخيل كده كل يوم بقبض 30 جنيه، انا بديك مثال، بقبض كل يوم 30 جنيه، باخد ال 30 دول احطهم ايه؟ او رميهم في الشارع. والله العظيم بجد ده افترض ان الحاله الكيس دي انها بتحصل، باخد كل يوم الفلوس او رميها في الشارع، كل يوم او رميها في شارع تاني، حلو؟ بنفقها في مصارف متعدده وانا نفسي لا اعلمها. مسلسلات بقى، افلام، تضييع وقت في لا شيء، سكرول داون، عارف انت اللي هو ايه؟ المرض اللي انتشر ده، ساعتين ونص تطلع ب 3000 فيديو اتفرجت عليهم، انا عايزك تبص على الهيستوري بعدها. وعد الفيديوهات لانك ما تبقاش واعي. الفيلم اسمه سوشيال ديلاما، الفيلم ده جميل، حلو، بيهمك مدى يعني عبط الوضع اللي احنا قاعدين فيه، عبط الادمان اللي احنا غارقين فيه او غارقنا فيه، انك عمال تقلب كل ياخد منك 20 ساعه، وقعدت ساعه رقم 60 في كل دقيقه فيها ثلاث فيديوهات، هيطلع لك 180 فيديو، وقعدت ساعه رقم 60 في كل دقيقه فيها ثلاث فيديوهات، هيطلع لك 180 فيديو، اتفرجت عليهم في الساعه الواحده، انت عملت مخك ده هيوم كتر المعلومات، كتر الضباب اللي جواك، ودي مش عارف اركز، بيبقى في رسائل كتير قوي، انا بعرف انا مش عارف اذاكر ازاي. ما انت المشكله فيك، انت اللي بتضيع الفلوس اللي معاك. راس المال ضايع، راس المال ده مش بتعمل بلاش، بيضيع مع ده عمال يخش قدام بوت كتير، مدخلات مختلفه. ده انت ربنا خلق لك مخ ده بيسجل كل حاجه، فانت تخيل كده عمال يسجل له ايه؟ فيديو مقالب بعدها فيديو ملهاش اي دعوه باي حاجه، بعد كده غلط على صح، على اخبار، على فضائح، على شاهد قبض الحذف، على حاجه مفهوم. كل الخلطه دي وتيجي تقول لي مش مركز ليه؟ طبيعي ما تعرفش تركز. عكس الائمه زمان، الامام النووي مثلا، وانا دي النصيحه يعني لو مش تطلع غير بيها فتكفيك، روح اقرا. عايز اكتر محفز ليك ممكن يخليك تطلع لقدام تحفيز حقيقي مش لاي كلام اللي على النت، حلو، تقرا سير العلماء والصوم بتوع زمان، اقرا سيره الامام النووي، اقرا جده في طلب العلم، جده في العلم، اقرا الامام النووي كان بيحضر في اليوم 12 درس رواه عنه التلميذ من بتوع زمان، اقرا سيره الامام النووي، اقرا جده في طلب العلم، جده في العلم، اقرا الامام النووي كان بيحضر في اليوم 12 درس رواه عنه التلميذ من تلامذته اللي هو ابن العطار، كان بيقول ان بيحضر 12 درس في اليوم، كان يقعد يقول لك درسين في الوسيط، وكان طبعا فقيه شافعي كبير، ودرس في المهذب، وكان حافظ اغلبه اصلا، ودرس في الجامع بين الصحيحين، ودرس في صحيح مسلم، وكان يقول لك بيحضر درس في اصول المنطق لابن السكيت، ابن السكيت اسمه كده، ويحضر في اللغه ابن جني في كتابه، وهكذا يقول لك 12 درس يا الامام النووي. وقال على ما اذكر كان بيقول مكثت في دمشق خمس سنين لم اضع جنبي على الارض.
هو ده اللي بقولك عليه، ما بينام وهو قاعد، بيقعد يعمل كده، هو ما ينامش على الارض عشان عايز يقوم. عارف ليه؟ هو مش عمل كده عشان هو كده وخلاص، يعني مجرد انا عايز بالبلد انا في زماننا ده اقول لك انا عايز اقرف نفسي يعني، لا، عشان هو فاهم ان راس المال هو الوقت. كل ما اوفر وقت اكتر طبعا، من غير في زماننا ده احنا ما بقيناش نفس همتهم، فهتقول لي الطب ولازم انا اراعي صحتي، كلام جميل، بس انا كده على اللي فاضل حتى من بعد النوم، ان هو فاهم ان ده راس مالي، نوم، ان هو فاهم ان ده راس مالي، لو ضيعته اكتر مش هوصل اللي انا عايزه. لو انت مش عايز توصل لحاجه اصلا فاطلع من الفيديو خلاص. انت انا بتكلم عن اللي نفسه يبقى عالم وياخد نوبل، ونفسه يبقى طبيب شاطر، دكتور، مش عارف ايه، مهندس ايه، ده اللي لازم يسمع الكلام ده، لازم تفهم ده راس مالك. فاليوم اللي هو كان فاهم ده، فما كنتش حتى بضيعه في النوم، انا عايز اصحى طول الوقت امسك الكتاب. عشان كده كان عنده 46 سنه لما توفى، والف مؤلفات، لما لو قسمتها على عدد سنين حياته طلع في اليوم كراستين، كان بيكتب كراستين يوم. يعني انت ممكن ده ما تصدقوش، بس الكتب موجوده. هنعمل لك ايه؟ افتح كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي للامام النووي، او كتاب الطالبين، او المنهاج اللي اختصره من المحرر للامام الرافعي، او رياض الطالبين اختصره ايه من الشرح الكبير للامام الرافعي، كتب عظيمه، كتاب رياض الصالحين انت بتقراه للامام النووي، كل الكتب اللي الفها الامام النووي وهو عمره خلص 46 سنه، اخر 46 سنه. ده اللي بيفهمنا الزمان، ربنا لما يلاقي واحد بيحافظ على وقته ممكن يطول ده كله. عندنا طيين، طي وطي مكاني، ربنا يطوي، دي كرامات وهنؤمن بيها من اصول الاسلام، ان في شيء اسمه الكرامات، امور ده كله. عندنا طيين، طي وطي مكاني، ربنا يطوي، دي كرامات وهنؤمن بيها من اصول الاسلام، ان في شيء اسمه الكرامات، امور خارقه للعاده. لما هتمشي لتاخره، لما نمشي لازم نوصل له بقى في اي وقت، حلو، ممكن ربنا يطوي لك الزمن، تلاقي بركه، تكتب. انا ده بيه على نطاق قليل جدا، في بعض الاوقات في حياتي كنت بنبهر بيه، ازاي ده اتعمل في المده دي؟ سبحان الخلاق، سبحان الله، فعلا هو ده الطي الزمان اللي بنقول عليه. بس توصل انت قاعد، الناس اللي هي تك تك دي عمال سكرول داون ده، ولا هتحس الوقت بيضيع، تحس ان بقت ساعه، وان ال 15 يوم بقوا يوم، وان هتحس ان الوقت كله عمال ينضغط. التاني اللي قاعد عايز تعرف الموضوع ده بشكل عملي، انزل دلوقتي حالا، وقف الفيديو وانزل اعمل ايدك كده تمرين بلانك. عارف تمرين بلانك؟ زي شبه الضغط بس تسند على كوعك، وشغل قدامك مرة مدته دقيقه، هتحس بقيمه الوقت. عارف ليه؟ عشان تعبان، وانت بتتعب في معلومه داخله الجسم حاسس بوضعك، هو ده اللي بيخليك تحس بقيمه الوقت، تحس ان الدقيقه دي سنه فعلا، ياه ده بقت 25 ثانيه وانا خلاص، سنه فعلا، ياه ده بقت 25 ثانيه وانا خلاص بموت تحت. هو ده اللي انت المفروض تعمله، اتعب قدماك فان تعب قدماك، هو مش ده اللي انا عايز اوصلك ليه، فان تعب قدماك، في جمله في نص الفيديو قولها لك، التعب هو اللي هيخلي الوقت يبقى ثمين معاك، فده اللي هيوصلك، هو ده اللي هيقدمك قدام، هو مش تعب الرجلين اللي هيوصلك، تعب الرجلين ده انت تعبان في وقتك، وقتك ملكك معاك، بتصرفه في الاماكن الصح، بتصرفه بمقدار، عملت تطلعه حته حته، منها ذاكر ونص ساعه اقرا وربع ساعه هو ملعب رياضه ومش عارف ايه، دي الحياه اللي الواحد المفروض يوصل لها، واللي احنا مش وصلنا لها خالص. انسى اللي انا بكلمك عنه ده، انا ما وصلتلوش ولا هوصل له حتى الا ان يشاء الله يعني. ولكن قلت لك فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن، دي اللي انا باكد. حلو، فتيجي بيت الامام النووي مثلا تطلع منها بحكم لا تحصى، كان يحضر 12 درس، كان ما بينامش كتير، عشان كده كان الشيخ بتاعنا الطريق به اعوان، خمس حاجات، اجتهاد في الطاعه، واربع حاجات بقى تعمل منهم قله. ايه بقى هما؟ يقول لك اول حاجه في الطاعه، خلاص اتفقنا، وبعدها تكون قله. ايه بقى هما؟ يقول لك اول حاجه في الطاعه، خلاص اتفقنا، وبعدها قله الكلام، قله الانام، وقله النوم، وقله الطعام. دول الطريق الى الله. وللاسف ان احنا كل عشان تعرف ان احنا فعلا ليه ما بنوصلش، ليه ما حدش فينا وصل ولا هيوصل حتى ربنا من الوصول الى الى الصراط المستقيم اللي بندعي بيه في كل صلاه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، عشان الحاجات اللي انا قلت لك دي كلها هي المصارف اللي بنضيع فيها وقتنا. بنتكلم كتير، ادي قله الكلام. هو بيقول لك عايز توصل لربنا، قلل الكلام. قلل الكلام فيما لا يفيد، قله الكلام، وقله الطعام. كلنا انا قاعد بتحاور مع نفسي، قله الطعام، وقله الانام. البني ادمين كتر كل مشاكلك وتضييعك للوقت بسبب بني ادمين، سواء بني ادمين دول النهارده، كان زمان بني ادمين وخلاص، النهارده بني ادمين حقيقيين او فيرتشوال، حاجه هي على النت، عايش في عالم بيسمى عالم التواصل، وهو عالم الانقطاع، عالم التمزيق، عايز تمزق حد قاعده على النت، والله باختصار شديد، وسائل التواصل يعني المفروض تفصلها عشان تتصل مع البشر، عشان تتصل مع بقيه الناس. المهم كتر الانام، انت لو قللته توصل معين ليك على في الطريق الى الله، وقللته توصل معين ليك على في الطريق الى الله، وقله الايه؟ المنام، النوم. كتر احنا الناس اللي حد اعرفهم لحد دلوقتي بيناموا بال 12 ساعه، كلنا ما بنخافش والله، تنام بعد الفجر تصحى الساعه 3 العصر 5 العصر، هكذا هكذا الحال يعني يا صديقي. علاجها ايه؟ هو ده العلاج، علاجها على راس الافعى، انك تبدا تعمل خطه لنفسك في ورق، وتبدا تكتب الكلام ده فوق عناوين، الطريق الى الله بين دايره كده، فرع منه خمس حاجات، قله الطعام، قله المنام، قله الانام، قله الكلام، اجتهاد في الطاعه. الطاعه دي تشمل كل شيء، تشمل يرضي الله، زي انت زي مذاكرتك، زي القراءه في كتاب، زي اللعب، زي انك تقوم تغسل مواعين لوالدتك،
كل ده يشمله مفعه، واللي احنا كلنا مش ممكن نشوف كلمه مقصرين دي مدح اللي احنا كنا بنعملوش اصلا. يعني انك تتصل على صديق ليك تسلم عليه، ها ده يخطي هات في الطاعه، انك تقوم تذاكر مذاكره كويسه ده في الطاعه. عشان كده كان الشيخ يقول لنا اجمع علوم دنيا وعلوم دين، العلوم كلها تبقى علوم دنيا وعلوم دين. العلوم لو العلوم اللي هي الطبيعيه لو الكيمياء والحاجات دي اردت بها وجه الله بقت علم ديني، بقت علم يخدم الدين. العلوم اللي هي الطبيعيه لو الكيمياء والحاجات دي اردت بها وجه الله بقت علم ديني، بقت علم يخدم الدين، علم يوصلك الى الله فبقى علم دين. وعلوم الدين نفسها لو اردت بها رضا الدنيا بقت علوم، خلاص بقت علوم حقيره، بقت علوم دنيه. حلو؟ ساعتها يعني بالنسبه لك، فخلي عندك النيه دي، ادي دي فهمك لمصارف الوقت دي. وفهمي انا هبدا امنع المصارف اتصرفها في اماكن سليمه ازاي. يبقى المشترك بين كل اهدافك في تحقيقها هو الوقت. تعرف تحقق فكره عدم تضييع الوقت الا لو عرفت هو بيضيع في ايه. بعد ما تعرف هو بيضيع في ايه ابدا حل بقى المشاكل. ادي ثلاث خطوات. عرفت ان الوقت هو النسيج اللي بيجمع كل الاهداف، عشان ما اضيعوش لازم اعرف بيتصرف فين. بعد ما عرفت هو بيتصرف فين بقى والاماكن الغلط اللي بيتصرف فيها ابدا امنعها. دي النفس. كنت دايما بكلم صحابي بقول لهم الكلام ده، اقول له اقرا كده برده الامام البوصيري، دي ابيات جميله جدا عشان تعرف مدى خطوره النفس عليه. كان يقول لك فيهم ايه؟ وخالف النفس، اكتب على ورقه، اعمل لنفسك ورق كده واكتبه حتى لو في الدرج. كلام بيبقى قدامك قواعد عامه، وخالف نفسك ورق كده واكتبه حتى لو في الدرج. كلام بيبقى قدامك قواعد عامه، وخالف النفس والشيطان واعصهما وانهما محضان النصح فاتبع. لا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم. استغفر، هو بيتكلم عن نفسه الامام البصيري يا جماعه، بيتكلم عن نفسه مش انا ولا انت. يقول لك استغفر الله قول بلا عمل قد نسيه نسلا لعقمي. امرتك الخير لك تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي. وزودت قبل الموت نافله اصلي وفر ولم اصم. هو بيعمل نفسه بقول لك عليه، اكتشف اهميه وقد ايه النفس هي عقبه في الطريق لازم تروضها وتخليها تستقيم ليك. وبعدها بيقول لك المصارف بتاعت الغلط اهي، ده انا مقصر في الفروض ما يا دوب بقديها بالعافيه، وبقول اللي بقول كلام ما بعملش ده يحدد مواطن الخلل. بعدها اصلح بقى. يبقى اول حاجه بتعرف بتحدد بتايدنتيفاي البروبلم، المشكله زي ما كنا ناخد زمان، تعرف المشكله تبدا تحدد اماكن الخلل، تبدا تعالج الاماكن دي. اول طريق لتضييع الوقت هو تتبع الوقت. انا لو سالت مشكله تبدا تحدد اماكن الخلل، تبدا تعالج الاماكن دي. اول طريق لتضييع الوقت هو تتبع الوقت. انا لو سالت فكره زي شويه انا بشوفها من الحكمه جدا. الوقت زي ما قلت لك راس مال. انا المثال اللي كنت بديه من شويه، كل مره اقبض 30 جنيه كل مره 30 جنيه ارميهم، هل انا عمري هحس بقيمه الوقت؟ امتى احس بقيمه الوقت؟ مع ان انا وانت صرفنا نفس ال 100 جنيه نفس ال 1000 جنيه. ليه؟ انا عدى عليا 10 ايام وانت عدى عليك 10 ايام. انت قعدت فيهم بتذاكر وبتجتهد وبتعرف انت صرفتهم في ايه وبتكتب في ورقه النهارده قعدت 5 ساعات مذاكره 7 ساعات في ايه؟ فين بعمل كذا؟ انت عارف صرفت فلوسك في ايه؟ عندك كشف فحرص قوي انك تكمل ده لاخره، حاسس انك عماجه طيب انك لو سبتها تضيع عليك زي السكور في اللعبه كده. الناس في اللعبه بيلعبوا على دماغك انت، لازم عمرك شفت لعبه من غير سكور؟ تخيل كده تخش اللعبه تقعد تقتل وخلاص تضرب وتخبط ومفيش اي حاجه بتكسب، مفيش ادوار، مفيش ليفل، مش هتلعب لعبه اصلا. ايه اللي بيخليك تلعب لعبه؟ حاسس انك في حاجه هتضيع لو وقفت. يا عم ده انا في ليفل 55 لو وقفت هروح في... لا لا انا هكمل، مع انك وهمي ده كلام اصلا عدى خلاص الادوار دي عدت، ولكن ليه وقفت؟ يا عم ده انا في ليفل 55 لو وقفت هروح في... لا لا انا هكمل، مع انك وهمي ده كلام اصلا عدى خلاص الادوار دي عدت، ولكن ليه حسبها لك وحطها في اعلى عشان يكبر مخك يحس حاجه في بروجريس في تقدم لازم يحرزه. حلو؟ نفس الكلام تعمله انت في الوقت. انت انا وانت عدى عليا نفس ال 10 ايام انت ما تعرفش عملت فيهم اي حاجه ايه ولا هتعرف ايه اصلا. انا عمال اقول ده اتصرفوا وفي كذا وفي كذا، يبقى انا بقالي 10 ايام قعدت فيهم مثلا يعني 23 ساعه ونص صرفتهم في المكان الفلاني وفلان الفلاني اللي هم اماكن مضره او حتى اماكن مضره بس صرفتهم، عارف انا صرفتهم. اما تيجي تقول هل انا وانت دلوقتي هل احتماليه ان احنا نكمل في تتبع الوقت زي بعض؟ انت عمرك ما هتتبع وقتك. ليه؟ ما معكش سكور، سكورك ضايع، 10 ايام ما تعرفش هروح في ايه. انا هحس لا الكشف اكمل، عايز يتطور فيه، عايز يتحسن فيه. فاول نقطه تعملها النهارده تبدا تعرف وقتك بتصرف فين تحت بند حبوا انفسكم قبل ان تحسبوا. يبقى بتعمل لنفسك صحيفه مبدئيه عمرها ما تتساوى مع صحيفه الاخره اللي هي لا تغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، كتاب اللوح المحفوظ. مبدئيه عمرها ما تتساوى مع صحيفه الاخره اللي هي لا تغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، كتاب اللوح المحفوظ. يقول لك اعمل نموذج مصغر، قول اه انا النهارده قعدت ساعتين بلعب وساعتين اتفرجت على زي الفاضي اللي على النت وساعتين تانيين ذاكرت. لا الاسبوع بكره بقى لما نخلي الموضوع ده احسن، اعرف انا وقت اتصرف في ايه. ادي عرفته اهو خلاص وحددت ان واحد اتنين دول مشكله وتلاته دي حلوه، خلي تلاته زي ما هي، عايزين نخلي واحد واتنين دول نقللهم قدر الامكان. يبقى اقوم امسح التطبيقات بشكل حكيم شويه، ها وهقوم اخلي المهم بس وهبدا احط حاجات تانية بدل اللي انا شلته، الحاجات الغلط اللي شلتها احط بدلها حاجات صح، تبدا تتبع الوقت. انا على سبيل المثال الترم اللي فات
ده مثال عملي. حلو، الترم اللي فات كان يعتبر ان اول ترم اعمل فيه النمط ده، ان انا ابقى وقتي بسيط، ده باستخدام الادله اللي هوريلك في اخره، برنامج بسيط ان انا وقتي اتصرف في ايه. فالنتيجه عمري ما هوقف اتتبع وقتي لحد الى ان القى الله، يعني نفسي مش هتطوعني. ليه؟ حاسس انه عايز سكور. انت ممكن تكون ذاكرت اكتر مني، بس شايف ان انت ذاكرت مثلا يعني 560، انا في الرقم بيت. وعارف ان ماده السي او، شايف ان انت ذاكرت مثلا يعني 560، انا في الرقم بيت. وعارف ان ماده السي او ذاكرتها اللي هي تنظيم حسابات، ذاكرتها مثلا ب 100 وكذا ساعه، وان ال 100 وكذا ساعه دول كان منهم تلت بكتب في الحلقات اللي بتسمعها، والتلت مع الفيديوهات عشان اعرف احضر لك المنهج، وتلت تاني بصور مش عارف ايه الى اخره. عارف كل ساعه صرفتها اتصرفت فين. اقدر اقول لك ال 100 دول مفيدين وال 30 دول مضرين، وده لازم انا احدثه. وعارف اسبوع ذاكرت مثلا في كام ساعه، انا بقدر احدد. فانا اقدر اعرف ان الاسبوع اللي فات ذاكرت مثلا 30 ساعه، الاسبوع اللي وراه ذاكرت 20، مستواي في النازل، لازم اكرف تاني، ارفع المنحنى، لازم اخلي الاسبوع اللي ورا يبقى 40، لازم اخلي مش عارف كام. لا ده اليوم ده وقع مني، ده اليوم ده ما وقع، يبقى على الاقل عامل ايه؟ تنشيط، حاصره للنفس. كل يوم نفسك في حاجه، لا ثانيه، احنا في وقت ملتزمين ان احنا ايه نكمل السكور بتاعه. وده عن تجربه فرديه اهو، اكتر من اكتر ايه، لا 6 شهور او 7 شهور في تتبع الوقت. الموضوع ليه مفعول، لازم تتبع وقتك حتى لو ما نتجش معاك بنتيجه مباشره، هي النتيجه هي الوقت. الموضوع ليه مفعول، لازم تتبع وقتك حتى لو ما نتجش معاك بنتيجه مباشره، هي النتيجه هي اللي هي مجرد تتبعك الوقت ده النتيجه، انك قدرت تعرف وقتك بتصرف ايه. لما هتعرف وقتك بتصرف ايه، انت جواك شخص جامد جدا، شخص عظيم كويس ولطيف وحاجه جميله. هيتضايق لما يلاقي وقته بيتصرف في الكلام الهلس، في الكلام الفاضي، لما تكتشف انك يومك عباره عن 12 ساعه نوم او 11 او، وان ال 12 ساعه الباقيين تقريبا خمسه بيضيعوا في الاكل والشرب والحاجات اللي مالهاش اي معنى اصلا، ما تعرفش تفتكرها اساسا، وان ثلاث ساعات هم المفيده يتخلل فين عدم تركيز، تطلع في اليوم بساعه او نص. ده يعني هتخليك بعدها تتحرك، تقول لازم انا اصلح الموضوع ده الاسبوع الجاي، لازم اخلي جدول الاسبوع. عشان كده لما بعت البرنامج ده لواحد كده زميلي كان بيقول انا متوقع نفسي كده، كنت زمان كنت متوقع ان انا بقعد مثلا 10 ساعات مذاكره، من كتر ما انا مخك بيوهمك ان الموضوع طويل. زي ما قلت لك تمرين بلانك، انت لو قاعد مع قاعده كده ولا على عند بتاع العصير تلاقي ايه الوقت بيعدي بسرعه. الوقت حلو، الوقت الحلو ده قاعد مع قاعده كده ولا على عند بتاع العصير تلاقي ايه الوقت بيعدي بسرعه. الوقت حلو، الوقت الحلو دايما بيعدي بسرعه، الوقت ممل طويل. فانت بتبعد عن المذاكره معروف النص ساعه بتحس ان انا ذاكرت كتير، تقوم قايم على طول، في حين انك ما ذاكرتش غير نص ساعه. فلما كنت متوقع انا زمان اني بذاكر 10 ساعات في اليوم، جيت ابص على البرنامج لقيت نفسي بذاكر في المتوسط ساعتين، ساعه ونص وساعه وربع، والله ساعات دقيقتين وارقام كده، يعني ساعات ما بقعدش اصلا. هل ده اللي فول انت، او مش البرنامج كبرنامج، فكره التايم تراكنج، تتبع الوقت. حلو، كفايه اكلمك يعني كده لحد ذاته اظن كفايه قوي انك تفهم اهميه الموضوع. فده زي السكور بتاع اللعبه بالظبط، تبدا تجمع ان انا الاسبوع اللي فات قعدت كذا، يبقى الاسبوع الجاي لازم اقعد كذا، هو بيراكم لك كله على بعض. فتوصل في الاخر انك بتمشي الاسبوع زي ما انت نفسك يمشي. ده مش هيحصل لك من يوم ولا 10 ولا 100، هيحصل لك لما يحصل. انت ما وراكش حاجه، انت جاي هنا يا حبيبي عشان تعمل رساله، تأدي هدف معين. ما وراكش حاجه، مش مستعجل، انت معايا طالما بتستغل وقتك صح، مش مستعجل، انت معايا طالما بتستغل وقتك صح، مفيش حاجه تضايقك، انت ماشي في الطريق. ما تقدرش تستعجل الوصول لان ده هيمنعك نفسه من الوصول. استعجال الوصول ده مانع من الوصول. لازم تاخد كل حاجه بتأني وهدوء كده. زي ما قلت لك ايام النووي حضر 12 درس في اليوم وقعد على ده اكتر من 6 سنين عشان في الاخر يوصل اليوم النووي، يالف كتب ويملى بيها الارض علم، وهكذا بقيه العلماء، ده العلماء في اعلى كمان. حلو؟ فاتمنى تكون الفكره وصلت. حد هنا زي الفل. عشان كده كان الشاعر زمان اذا كان يؤذيك المصيف، الصيف يعني، برد وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلك حسن زمان الربيع، فاكل العلم متى؟ لو انت في الشتاء متبرد، وفي الصيف متضايق من الحر، وفي الخريف متضايق من الكرب والدنيا مش طايقينها، وفي الربيع قاعد بتتفرج على الازهار وتفتح الورود، هتطلب العلم امتى؟ عشان كده كان يقولوا اعكف على العلم وادرس تحز فخار النبوه، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. يعني ايه بقوة؟ بقوة، بصرامة. ما ينفعش كده اللي هو ايه نص نص، ما ينفعش الطريقة اللي هتمشي فيها في العلم تبقى متوردة، لازم تاخد الموضوع على الطريق. لو نويت تعمل حاجة صح، لو نويت تحط جدول التزم بيه، مش خلاص لما العبارات الكبيرة دي بتكون قدام عينك، ده بيساعدك ما تقعش انك تخرق الجدول ما تلتزمش بيه. فخلي دايما ده هدفك في العلم. وعشان كده النبي كان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ أنت مغبون فيه، الوقت متسمى لا تملك إياه، هو ده الشيء الوحيد اللي تملكه، الوقت. ف
فخلي ده قدام عينك دايما. يبقى تطلع النهارده بشويه حاجات، الوقت هو النسيج مع اهدافك، لازم عشان تعرف تحافظ تعرف هو بيحافظ في ايه، وده اللي هنعمله الحلقه في البرنامج اللي هوريه لك. واني تكتب قدامك كده شويه عبارات، والوقت اثمن ما عليك بحفظه وارى اهون ما عليك يضيعه، وتقوم كاتب قدامك وخالف النفس والشيطان عصيهما، ده اساس مبدا حياه، وارى اهون ما عليك يضيعه، وتقوم كاتب قدامك وخالف النفس والشيطان عصيهما، ده اساس مبدا حياه، وتكتب الطريق الى الله على خمس سبل او خمس عوان هيعينوك فيه، ده all of us كلنا. حلو، اجتهاد في الطاعه، قله الكلام، قله الانام، قله المنام، قله الطعام. يا رب نعمل اي حاجه من دول. اقول لك انا نفسي ده حقيقي والله، ده امل حياتي، مش استعجال فيه، ممكن احققه في سنه، ممكن احققه في 10، بس احققه يعني ابن او على الاقل اثنين، يا اما احققه يا موت وانا بحققه. ده المطلوب منك، مطلوب منك حاجه من الاثنين دول، يا تموت وانت محقق هدفك من الحياه، من الكون ده كله اللي انت عايش فيه، ملك الله الفسيح، يا اما تموت وانت بتحققه. الاثنين دول زي الفل. المشكله لما تموت وانت غفلان اصلا وانت مش حاسس، فاهم؟ لقد في غفله من ده، هو ده اللي ربنا قال عليه في الايه، كنت في غفله، ما حققش هدفه، لا لم انه ما كانش واخد باله اصلا، هي دي الكارثه. لقيت الثلاث الذين جاهدوا فينا، الذين وصلوا يعني لسه بيجاهد، هي دي اللي بنقول عليها، هي دي الكارثه. لقيت الثلاث الذين جاهدوا فينا، الذين وصلوا يعني لسه بيجاهد، هي دي اللي بنقول عليها، جاهد يعني ايه لسه؟ شرط يكون وصل خالص، الايه دي مش شرط منها ابدا تكون وصلت، ان هو خلاص بقيت الذي لا يخطئ ولم يكتب عنه معصيه زي الكتب كده ابدا، لا انت لسه بتجاهد، بس خلاص الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو ربنا هيكملك الطريق. انت خد العزم، سمعنا مساله الكسب في القدر يعني مالكش دعوه بالكلام ده خالص. ها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، هو ده اللي بنقول عليه. النيه تبقى موجوده، الصحيان موجود، حتى لو انت ما بتعملش اي حاجه، عارف لو رحت شهر كامل ما بتعملش ولا انتاجيه صفر، بس النيه دي موجوده، دي كافيه انك تكون على الطريق. بس اهم حاجه تحركك في الورق، تحركك في الشهر اللي وراه، تحركك في يوم ما، زي ما قلت لك انت بتحوط النفس مش بتعمل حاجه اكتر من كده. فعشان كده شوف كان اللي انا كان العلماء ادركوه من زمان، كنت تلاقي مثلا سيدنا ابن عطاله السكندري كان بيروي في كتابه دايما عن شيخ اسكين الدين النار، واحد من العلماء القراء كمان، ابن الجزري، الامام ابن الجزري كان ذكره، واحد من العلماء القراء كمان، ابن الجزري، الامام ابن الجزري كان ذكره في طبقات القراء، كان قارئ وقال عليه الاستاذ المحقق، حلو يعني. كان بيذكر عنه ان الشيخ مكين الدين الاسمر ده كان بيقول كنت اول طريق امري، على ما اذكر يعني مش فاكر الكلام الصراحه، كنت اول امري اخيط وانفط شرط يعني كده بسترزق، يعني اغلب الكبار كانوا بيسترزقوا من يده كده، ما اكل احد طعاما قط خير من ان ياكل من عمل يده، وان نبي الله داوود كان ياكل من عمل يده. حلو. فالمهم كنت اخيط وانفق وكنت اعد كلماتي بالنهار فاجدها في الليل قليلا، يعني اقعد في النهار كله اقعد اعد الكلام اللي بتكلمه، الجمل اللي بتكلمه، فاجدها اجي بالليل بقى حاسب نفسي فاجدها قليله، انا وجدت فيها خير قلت الله استغفرت الله، او فيما بمعنى اللي قال ايه، انت متخيل بيقعد كلامه في النهار يعد الجمل اللي قالها، احنا ومنه الباطل الكلام اللي خرج بلا وعي اساسا، اغلب الناس من بعضها ابقى واقف بتكلم مع صدقني هو ما خدش ثلاث ثواني تفكير في اللي هيقول، هو قول له المعلومه على طول، ده في العدول. اغلب الناس من بعضها ابقى واقف بتكلم مع صدقني هو ما خدش ثلاث ثواني تفكير في اللي هيقول، هو قول له المعلومه على طول، ده في الدنيا في كل في الدنيا قال شاف واحد جاي ها في ايه لما اتنمر عليه؟ قام رزع دول تكئبه ثلاث ايام، تكئبه سنه، انا والله اعرف ناس بسبب جمل اتقالت من ناس معينهم سنين طويله اثرت فيه وانت خلاص وبرطع في البيت ونسي انه قالها اصلا. ليه؟ نتيجه ايه؟ ان هو ما بيحاسبش نفسه، ما بيعدش كلمه، ما بيسمعش المشاكل، شين الدين بقاله 1000 سنه. بيقول لك كنت كلامي بالليل والنهار، كان في روايه عن الشيخ مكيفر مره كان بيعد كلامه لقاهم امل كلمات من المرحوم ده. هما يوم يقعد يشوف اه الاولانيه دي كانت ترضي الله ولا لا؟ طب دي اردت بها وجه الله؟ دي لم ارد بها وجه دي؟ يقول لك حبكوا الدنيا يا عم حبك ايه؟ عيش حياتك واتبسط، بس مش لازم تبقى مغرب، مش لازم تبقى انسزج وبتخبط يعني تيجي تكلمها دينيه هو من خلال ثواني ولا معناها حرف كده، بس هو العمليه بروسس سريع المخ سريع جدا. حلو امطرش اي حاجه، اول حاجه اول بسكم دول حلال حرام انا اوافق رايي هو ده اللي هنقوله. فاتمنى تفتكر تطلع المعلومة كلها تكون مستفيد بيها، يقول له هل هو مفيد ولا لا اصلا؟ بس عصر من خلال ثواني ولا معناها حرف كده، بس هو العمليه بروسس سريع المخ سريع جدا. حلو امطرش اي حاجه، اول حاجه اول بسكم دول حلال حرام انا اوافق رايي هو ده اللي هنقوله. فاتمنى تفتكر تطلع المعلومة كلها تكون مستفيد بيها، يقول له هل هو مفيد ولا لا اصلا؟ بس عصر ذهني ممكن نسمي البلد او اللي هو السلسله دي نسميها فخلينا نخش 10 دقايق 5 دقايق هوريك البرنامج ده شغال ازاي وازاي تستخدمه في تتبع وقتك وعلى علم تكون عرفت انت ذاكرت قد ايه حتى تيجي تكتب لي الفيديو ده انك استفدت حاجه يعني تكون استفدت منه حاجه ولو استفدت منه مش عايز منك تدعي لي يعني بس كده ادعي لي انا قلت لك
بس والله فعلا لو عايز دعوه بصدق اذا وصل لنا قلت لك بس او 10 ربنا يوفقك وخلينا في الهامه على طول. مش عايز منك ادعي لي بس كده ادعي لي ان انا قلت لك بس والله فعلا لو عايز دعوه بصدق اذا وصل لنا قلت لك بس او 10 ربنا يوفقك وخلينا في الهامه على طول. ربنا يوفقك وخلينا في الهامه على طول.